مساء الخير سجلات، هذا المساء تسليط للمجهر على الحالة الليبية، العنوان هو ليبيا ساعات الحسم، نخاطر في هذا العنوان. على كل حال هذا موضوع للنقاش مع الأستاذ خيري أبو شاقور، هو ممثل الرابطة الليبية لحقوق الإنسان في بريطانيا. أهلا بك أستاذ خيري. هل برأيك في الساعات الأخيرة كان هناك مجموعة من التصاريح ومجموعة من الأخبار عن أداء الناتو العسكري، وأيضا بالإضافة إلى أداء دبلوماسي معين تم رصده، يدفعنا إلى المغامرة بالقول أن هناك ساعات حسم في ليبيا؟ شكرا أولا على الاستضافة. يعني ساعة الحسم يصعب الحديث عن تحديد توقيت محدد لها أعتقد، ولكن هناك مؤشرات تدل على يعني استمرار ضرب الناتو وتركيزه على أماكن التحكم والسيطرة للنظام، وهي يعني هناك افتراضات أنها سوف تؤتي أكلها في القريب العاجل، ولكن يصعب أن نحدد الحقيقة وقت الناتو. لكن برأيك في إيقاعات معينة تغيرت في الفترة الأخيرة على الأقل على المستوى العسكري؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني مثلا عملية ضرب مراكز سيطرة وتحكم الكوماند كنترول في السنوات في الأسابيع الماضية الثلاثة، يعني حصل 75% من هذه الضربات، في حين أن في الشهرين الأولات تقريبا جزء بسيط جدا من الضربات كان مركز على هذه الأماكن، وهي العصب بالتأكيد. يعني هذه الأماكن ضربت لأنها العصب الذي يحرك الآلة العسكرية والحالة الأمنية نظام القدس. لم تضرب في السابق قلة في المعلومات، أم برأيك أيضا لم يكن هناك قرار في هذا الموضوع؟ أعتقد أن الناتو وضع خطة مرحلية ويتم تطويرها وإعادة النظر فيها كل ما مر الوقت، وأعتقد أنه في البداية كانت هناك أولويات حددوها لضربها، ومنها الجيوش التي كانت أو الجيش الذي كان قريب من المدن في بنغازي وجلابية ومصراتة وغيرها. بعد أن تم الانتهاء من ذلك يعني تحولوا بالتركيز على أماكن إصدار القرارات العسكرية هذه، ويعني الإشارات تدل أن هناك تحسن في وضع وأداء الثوار، هناك تحسن في ارتفاع معنوياتهم وفي ثقتهم، في حين أن من جانب النظام الليبي نجد أن المعنويات تنهار، نجد أن هناك يعني ارتباك كبير جدا في طرابلس مثلا بالذات في التعامل مع كل الأشياء، بالنسبة لنقص المواد، نقص البنزين، في التعامل مع يعني نعرف أن في طرابلس لا يوجد إنترنت، في ليبيا كلها لا يوجد إنترنت مثلا، فليس هناك وسائل اتصالات ناجعة للنظام الآن يستطيع الاعتماد عليها في تحريك في سيطرة على الأمور، في تحريك حتى يعني قواته أو في تحرير جحافله الأمنية أو غيرها. يعني طيب ما الذي حصل هناك؟ طبعا كان قبل فترة أتذكر مؤتمر صحفي للواء عبد الفتاح يونس عندما كان يشكك وكان يتهم وينتقد أداء الناتو، كان هناك كلام أنه الثوار يحتاجون إلى سلاح، حتى الآن ليس هناك أي قرار من الناتو بتسليح الثوار. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هل بدأ التسليح، التدريب، هل هناك على الأرض أشياء أخرى حدثت؟ لا أعتقد أن هناك ما يدل أن فيه تسليح بمعنى أسلحة متطورة قد تم تسليمها أو إعطائها للثوار، ولكن هناك مستشارين عسكريين يساهموا في تحسين من أداء العسكري للثوار، هناك تدريب جيد، هناك تخطيط استراتيجي. عبد الفتاح يونس يعني يمكن نربط هذا بما حصل أيضا في الأيام الأولى، كان هناك نوع من الحماس، نوع من يعني الوشفل ثينكينج، يعني التمني أكثر منه كلام مبني على واقع حقيقي. يعني الانتقادات للناتو يمكن تفرضها أو فرضتها الظروف الأمنية في ذاك الوقت، أن هناك كانت تهديدات كبيرة جدا، ويعتقد الثوار أنه الناتو كان لابد أن يدخل يعني بقوة كبيرة ويضرب كل أماكن في أسبوع أو أسبوعين، ولكن يعني استراتيجية الناتو ثبت أنها مرحلية وقد تطول أشهر وكذا، ويبدو أن هذا هو الأسلوب الصحيح والسليم في التعامل مع شخص مثل معمر القذافي. يعني كان الأمل طبعا من البداية أن القذافي يرتدع،
وأن الناس الذين معه في النظام يرتدعوا أيضا ويهربوا ويتركوا النظام بالذات بعد ما ترك موسى كوسا النظام وآخرون. يعني هذا لم يحدث بذلك الشكل، فطال أمد الحرب وقد تطول يعني ربما أسابيع أو حتى بضعة أشهر، يعني هذا احتمال. في موضوع مدة هذه الحرب، ألان جوبي وزير الخارجية الفرنسي الذي يريد أن يطمئن الجمهور الفرنسي يقول أن حملة القصف الجوي الأخيرة من الممكن أن تحقق أهدافها من خلال أشهر معدودة، يتحدثون عن أشهر. طبعا أيضا في الأخبار الحديثة أن العضوان الباريزان جون كيري الديمقراطي وجون ماكين الجمهوري قدما مشروع قرار في الكونغرس الأمريكي يتيح أو بعمليات محدودة أمريكية في هذه المنطقة. طبعا هناك تصريحات جديدة لأوباما عندما زار أيضا بريطانيا. هل برأيك أو أيضا الكلام عن إرسال مروحيات فرنسية من نوع تايجر إلى 12 مروحية إلى, إلى, إلى ميدان العمليات في طرابلس، هل تشعر أن هناك قرار آخر هذه المرة نريد إسقاط النظام بأسرع وقت ممكن؟ سنتكلم عن التطورات الدبلوماسية أيضا في هذا الشأن. نعم، هو لابد أن نذكر أن قرار مجلس الأمن 1973 مرتبط أو ربط بفترة زمنية مدتها 3 أشهر، وهذه سوف تنتهي في الشهر القادم. فالمدة المحددة لهذه العمليات كما أعطتها يعني صلاحية وشرعية الأمم المتحدة بالتأكيد الوقت يزاحمهم، فلهذا هم يخطوا على هذا الأساس أن هناك وقت محدد. وهذا طبعا يعني ممكن نذكر أيضا ما ذكره أوباما وما ذكره كاميرون، أن عملية استمرار العمليات من أجل تحرير الشعب الليبي من نظام معمر القذافي سوف تستمر، سواء يعني انتهت صلاحية القرار المتحدة أم لا. ولكن يعني هم بالنسبة للقانون الدولي والعلاقات الدولية يعني يفضلوا أن تتم هذه العمليات في هذا الإطار، في إطار الشرعية الدولية. فأعتقد أن هناك نوع من التخطيط الآن السريع لدعم المجهودات الحربية. هناك مثلا أمس حديث عن قوات خاصة بحرية بريطانية موجودة في قبرص سوف يتم إرسالها ايضا لتشارك في المعارك، بالاضافه الى الهليكوبتر، لان الهليكوبترات يعني دورهم قد يكون حاسم جدا في يا اما مباشره في ضرب بعض الاماكن او في تحديد نقاط ضرب للقوات للطائرات النفاثة. طيب استاذ خيري ابو شاكور، طبعا اذكر بانك ممثل رابطه ليبيه لحقوق الانسان في بريطانيا، وبالتالي موجود في بريطانيا واعرف انك على احتكاك ايضا مع الاتحاد الاوروبي بشكل او باخر. من خلال احتكاكك مع هذه النماذج الدولية، هل كنت تعتبر أن هناك موقفا خجولا، موقفا غير مندفعا؟ تطور هذا الموقف حتى لدى الاتحاد الأوروبي، الموقف كان بقيادة فرنسا أساسا، ونعرف لماذا فرنسا، بقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هل كان موقفه متردد بعد ذلك؟ كيف تقيم هذه المواقف الدولية؟ نعم، كان موقف الاتحاد الأوروبي بالذات في الأسابيع القليلة من الثورة كان موقف خجول. المجتمع الدولي كله كان موقفه خجول. الولايات المتحدة الأمريكية لم يعني حتى البريطانيين لم يكونوا على قدر المسؤولية في الأيام الأولى، لأنه يعني زخم الثورة كان هو في الأسبوعين الأولين يعني إلى الأسبوع الأول من شهر مارس. هو لعدم الإيمان بهذه الثورة أو لارتباط مصالح هذه الدول بالنظام؟ هناك خليط من الأسباب. أعتقد عنصر المفاجأة كان له دور كبير جدا. يعني هذه أول ثورة يقوم بها الشعب الليبي، لم يكن أحد، نحن الليبيين أنفسنا لم نكن نتوقع الثورة أنها ستكون بهذا الشكل. فبدون أدنى شك يعني هذه الدول لديها أجهزة ولديها مخابرات ولديها يعني أناس كثيرين جدا يخططوا للمستقبل ويضعوا كافة الاحتمالات. أعتقد أن هذا الاحتمال الذي حصل في بنغازي وحصل في ليبيا بعد ذلك لم يكن متوقع بهذا الشكل، لم يتوقع النظام ولم يتوقع القوى الدولية ولا القوى الإقليمية. بدون أدنى شك ما حصل في تونس ومصر كان له دور في كسر حاجز الخوف لدى الليبيين، وفي أيضا أخذ المبادرة للدفاع على أنفسهم ولجم قوات النظام الغاشمة يعني من أنها تستمر في قتلهم وتعذيبهم واغتصابهم. فالمجتمع الدولي يعني تطور مواقفه مع مرور الوقت. لا ننسى أن هناك قوة مثل روسيا مثلا وإلى حد ما الصين أيضا
ليست متشجعة لمثل هذه التدخلات. ولهذا يعني هناك كتل في الاتحاد الأوروبي يعني تتبع أو تستمع إلى حد ما، ما زالت متأثرة بالسياسة الروسية وليست متأثرة بسياسة الناتو أو الولايات المتحدة مثلا. فرنسا لها، فرنسا وبريطانيا لهم يعني بعض التأثير على بعض الدول، ولكن ليس على كل الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي يعني نقدر نقوله موقفه تطور بدون أدنى شك. التطور متأثرا يعني بماذا؟ بأمور كثيرة، بأمور كثيرة. يعني كان هناك يعني لا ننسى أن البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي يعني تختلف على كل دول بسبب الحجم يعني الأمور التي يتم تداولها في بروكسل. فلذلك يعني البروسس العملية نفسها يعني تأخذ وقت، ليست قرار تأخذها أشتن مثلا فجأة وزارة الخارجية بتاعت حد أوروبي ويتم تنفيذها، فتمر عبر قنوات وعبر دبلوماسيين وعبر سياسيين وعبر. لكن أشتن عندما تذهب وتزور بنغازي وهذا موقف أوروبي، هل هذه مبادرة شخصية أم كان في إجماع حول هذه المسألة؟ لا، هذه لم تكن مبادرة شخصية، ولكن جاءت كنتيجة لعمل متواصل قام به بعض الليبيين، منها الرابطة الليبية الخمسان، قام به بعض الدبلوماسيين بعض السياسيين، محمود جبريل زار الاتحاد الأوروبي، وعلي زيدان، الأمير محمد السنوسي أيضا تمت ترتيب زيارة له. الكثير من الليبيين يعني في دولهم ضغطوا على ممثلين في الاتحاد الأوروبي، يعني كان هناك جهد بالإضافة إلى الجهد الصحافي والإعلامي الكبير. يعني احنا كنا مؤمنين بقضيتنا، وكنا نعلم ان هي قضيه، ان قضيتنا تحتاج الى اعلام جيد وتحتاج الى وسائل ايصال هذه القضيه الى هؤلاء السياسيين، ونعتقد اننا تمكنا من ذلك، وهذا السبب. هذه كانت طب جيد ان تذكر ان شخصيات ليبيه زارت هذه المناطق. نعم. وتحاورت معها. هذه المناطق تتحدث اساسا الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده او كل هذه الدول، ماذا تريد ان تسمع؟ هناك كلام أنه قد تأتي القاعدة وقد يأتي السلفيين قد يأتي الإسلاميين. ما الذي حمله الطرف الليبي المعارض إلى هذه الدول؟ أهم شيء هو أن الشعب الليبي واقع تحت ظلم شنيع وثار ضد هذا الظلم، وهو يريد أن ينال حريته ويريد أن يعني يشعر بكرامته. يعني قلنا لهم أن الشعب الليبي تم الدوس على كرامته خلال مدة زمنية طويلة جداً بدون مبرر حقيقي، بدون مبرر. فلهذا لكن هل هذه يعني هل هذه تبريرات تقنع الغرب؟ لا، الغرب هو يفتش عن مصالحه بدون شك، هذا لا نختلف عليه. يعني هي مثل ما قلت لك عملية تطورت في المواقف. في البداية كان هناك تخويف، كان هناك بعض النداءات أن الثوار هؤلاء ينتمون إلى القاعدة، لأن النظام الليبي ذكر هذه الفزاعة، وهذه طبعا لها صدى معين معروف ومحسوب في دوائر أخذ القرار في 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 العالم. فتم كان هناك تشكيك، ولكن بعد ذلك راحوا السياسيين وغيرهم والصحفيين وزاروا المناطق. يعني إحنا أردنا أن نوصل رسالة أن الشعب الليبي من حقه أن يعيش حياة كريمة، من حقه أن هو يكون له حكومة تمثله، حكومة ديمقراطية، يأمل في أن يحقق هذه الديمقراطية من خلال يعني شرعية يتم اعتمادها من المجتمع الدولي ويتم مساندتها ودعمها. ولذلك نحن ذهبنا نطلب دعم يعني من المجتمع الدولي في البداية، وبعد ذلك توجهنا إلى يعني أو توجه المجلس الوطني إلى الدول بعينها لكي يشرح لهم قضيتنا. يعني نحن نريد أن نقيم دولة حديثة، دولة ديمقراطية تهتم بشؤون مواطنيها، تهتم بصحتهم وتعليمهم وكل ما يعني يشعرهم بكرامتهم. يعني كرامة الإنسان الليبي صدقني يعني الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي كانت لهم كرامة، لأن الذي كان يحاول أن ينزع منهم هذه الكرامة هو محتل أجنبي، ولكن داخل أطرهم الفلسطينية داخل إدارة الدولة كان هناك الكثير من الاحترام لكرامة الإنسان. نحن في ليبيا لم نكن نحترم، الإنسان الليبي لم يكن يحترم على الإطلاق، ونحن لسنا دولة محتلة من أجنبي. فلذلك يعني الإنسان الليبي شعر أن يعني هذه الثورة لو هناك رمز ترمز له أن هي ثورة الكرامة، ثورة استرداع كرامة المواطن الليبي، لأن الليبيين كان عندهم كرامة في الستينات وفي الخمسينات عندما كان هناك حكم
ملكي، ولكن كان هناك ديمقراطية، كان هناك برلمان، كان هناك يعني ديمقراطية لحد ما، لم تكن هناك أحزاب، ولكن كان الشعب الليبي يشعر أن كرامته لا تهان، لا يعذب الإنسان مجرد أنه أطلق رأي يخالف رأي الحاكم، أو أنه يعني يخرج في مظاهرة. الناس كانت تخرج في مظاهرات يعني لا يتم التعرض لها، يعني يمكن مظاهرة واحدة لها أسبابها الخاصة، عام 1964 مظاهرة الطلبة. ولكن فرق رهيب بين الناس التي عاشت ونقلت لنا ما حصل، يعني أنا كنت صغير لما أعيش هذه الفترة، ما كان يعيش فيه الليبيين قبل 64 لم تكن، يعني لا نستطيع أن نقول أن كل شيء كان تمام، ولكن ليبيا كانت دولة فقيرة قبل أن يستخرج فيها البترول، اضطرت أنها تستأجر قواعد أمريكية وبريطانية، لم يكن لها دخل غير ذلك. ولكن عندما استخرج البترول يعني بدأت بوادر انتعاش اقتصادي في فترة الستينات مثلا، وضعت لها البرامج، وأصبح الناس يعني يشعرون بنوع من الانتعاش الاقتصادي مع نهاية الستينات، عندما جاء معمر القذافي وجد الخطط التي وضعها النظام الملكي جاهزة للتنفيذ، خطط الإسكان، خطط التعليم، خطط الصحة، وكل هذه هو سرقها وقال هذه مشاريع الثورة. طيب، في أيضا الموقف الدولي جيفري فيلتمان، نذكر بأنه مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، طبعا زار بنغازي ودعا المجلس الوطني الانتقالي إلى فتح مكتب في واشنطن، طبعا هذا يعني اعتراف. أيضا هناك سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا أعلن أن بلاده تعتبر المجلس الوطني الانتقالي شريكا شرعيا في المحادثات حول مستقبل ليبيا، إضافة إلى يعني مجموعة اعترافات أردن إلى آخره. هل وأيضا طبعا نريد أن نذكر بالموقف التركي الجديد، هل هناك تباين في كيفية أن نعترف في هذا المجلس الانتقالي؟ سنتكلم عن المجلس الانتقالي في القسم الثاني أيضا عن الحالة الداخلية، لكن هل تشعر أنه نريد اعترافا أيا يكن شكل هذا الاعتراف، أم هناك تناقض في هذا الاعتراف؟ يعني لا أعتقد، يعني ليست تناقض، يعني هناك دول اعترفت اعتراف كامل أن المجلس الوطني في شرق ليبيا هو الممثل شرعي والوحيد الشعب الليبي، وهناك دول لم تقتنع بهذا الوصف بهذه الدقة، واعترفت بالمجلس كمجلس شرعي يقوم بإدارة جزء كبير جدا من الأرض الليبية، ولكن ليس كبديل يعني قانوني هو مسؤول عليه تمثيل ليبيا بكاملها، بسبب تردد. يعني العالم العربي مثلا، مواقف الدول العربية يعني مواقفها مبهمة إلى حد الآن. السعودية مثلا لم نسمع منها أي موقف يعني فعلي وصريح. بعض الدول أيضا يعني تتهم بأنها مدت يد العون لنظام القذافي أو ما زال، ولكن يعني تبقى في إطار ضيق. ولكن المواقف الدول الغربية والدول التي ذات يعني باع في السياسة الدولية، ومن بينها تركيا بالنسبة لليبيا، لأن تركيا لديها استثمارات بمليارات كثيرة جدا، ويهمها جدا أمر ليبيا، ولذلك هي في البداية يعني كانت مترددة في التعامل بإيجابية مع الثورة، وكانت تبحث على سبل لإنقاذ النظام، ولكن بعد ذلك اقتنع رئيس وزراء التركي أن النظام الليبي هذا نظام معمر القذافي ليس له مستقبل، وطالب يعني بخروج آمن لمعمر القذافي على أساس أن يترك ليبيا للليبيين ويوقف آلة القتل. والموقف التركي كان له علاقة بالصفقات التي كانت تركيا قد نالتها في ليبيا، مصالح معينة. تركيا كان عندها، أو كانت نكاية بالموقف الفرنسي، يعني لن نعرف. لا أعتقد أن قضية نكاية، يعني أعتقد أن تركيا تبحث عن مصالحها مثل بقية الدول، يعني عندها آلاف العمال كانوا في ليبيا، كانت لابد أن تضمن خروج آمن لهم، كان عندها أموال كثيرة، لا نعرف يعني هل استطاعت أن تسترجع بعض استثماراتها، ولكن يصعب الحديث عن ذلك. طيب، في الموقف الدولي أيضا زيارة رئيس جنوب أفريقيا طرابلس، المصادر تقول أنه يبحث في استراتيجية لتنحي القذافي بالتعاون مع الحكومة التركية، هل لديك معلومات حول هذا الشأن؟ ليس لدي معلومات خاصة، ولكن يعني
نحن نعلم أن هناك مجهودات تبذل من أجل إيجاد حل سلمي, بمعنى أن يترك إقناع معمر القذافي أنه هو يخرج يترك ليبيا, يترك الحكم, يترك الشعب الليبي يقرر مصيره. يعني كان في الأسابيع الأولى كان هناك من يردد أن ربما معمر القذافي قد يكون له دور, ولكن أعتقد الجميع الآن مقتنع أن معمر القذافي ليس له أي دور على الإطلاق في المستقبل في ليبيا. هناك من يحاول أن يبحث لأبنائه على دور في المستقبل. أيضا هؤلاء ليس لهم مستقبل لأن الشعب الليبي هو الذي قرر أنه لا يريدهم. والآن يعني عملية قطع الإنترنت مثلا والاتصالات عن ليبيا, عملية قمع الناس في طرابلس, عملية يعني منع الناس من أن هي تقول رأيها, يعني على ماذا يدل؟ يعني لو هؤلاء لهم مستقبل في ليبيا فليتركوا الناس تتحدث بحرية, فليفتحوا الإنترنت ويتركوا الناس تعبر عن 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 إذا ما كانت تريد سيف الإسلام هذا أو غيره. ولكن هم يعرفوا أن ليس لهم مستقبل. في كلامك عن الحل السلمي, طبعا المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي قال, فتح مجددا خلال زيارته العاصمة التركية أنقرة, تحدث عن إمكانية قبول الثوار لحل سلمي عبر مفاوضات لإنهاء الأزمة. لكنه قال, طبعا كان هذا المؤتمر صحفي هو وأحمد أوغلو وزير الخارجية التركي, وبالتالي هناك يعني حالة من الرسمية في هذا التصريح, قال أن يتطلع إلى حل سلمي يحقن الدماء ويجنب الأضرار في ليبيا, لكنه اشترط أن يكون هذا الحل يتضمن رحيل معمر القذافي وأبنائه ونظامه. وبالتالي لا أعرف ما معنى الحل السلمي طالما هو ليس حل تسوي, هو حل مطلق. يعني إذا أردنا أن نبحث في الحل السلمي, الحل اللي هو يجنب المدنيين ويجنب الشعب الليبي ويلات القتل والتدمير, علينا أن نبحث في من هو السبب ومن الذي لديه إمكانية تحريك هذا الجيش لكي يضرب ويقتل المدنيين. يعني احنا طالبنا ان يتم اقناع معمر القذافي بالحسنى ان يتوقف عن قصف المدن, عن ارسال جيوشه بالفياغرا حتى يغتصبوا النساء, عن تعذيب يعني الالاف من الناس في طرابلس ومدن اخرى. يعني هل هذا نظام يبحث عن حل سلمي؟ اردنا نريد ان يقتنع هذا النظام بانه لا مستقبل له, فليترك الليبيين وشانهم لكي يدبروا أمورهم. يعني هو يريد أن يحكم, ويريد أن يحكم بالغصب وبالسيف, ويريد المجتمع الدولي أن يدعم في ذلك. فنحن نقول أن هذا لا يمكن. بالنسبة للمعارضة, بالنسبة للمجلس الانتقالي, ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن النظام يريد أن ينجو بجلده إذا معمر القذافي وأولاده والناس المتصلين به اتصال مباشر, إذا هم يريدوا أن ينجوا بجلودهم فذلك مازال وارد إذا حقنوا الدماء وإذا سلموا البلاد يعني ويلات الدمار والقتل والحرب. ما عدا ذلك يعني نحن مقتنعين والمجتمع الدولي مقتنع معنا والرأي العام والصحافة الدولية كلها تتحدث أن هذا النظام ليس له مستقبل, هي قضية وقت قبل أن ينهار انهيار كامل. ولذلك نوجه رسالة إلى كل من هو متصل بهذا النظام وإلى الشعب الليبي الذي ما زال مخدوعا بأن باعتقاده أن هذا النظام له مستقبل وسوف ينعم في ظله, نقول لهم يعني هذا الكلام لا يمكن أن يكون واقعا, يراد إيهامكم به, ولكنه حقيقة وفعليا العالم يتحرك من أجل إنهاء وإزالة هذا النظام. أمس أو أول أمس باراك أوباما هنا في بريطانيا في مجلس العموم واللوردات في 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 لندن أعلن بأسلوب لا يعني لبس فيه وبكلام معبر جدا, يعني يتحدث على دعم الشعوب المناضلة من أجل الحرية, وذكر تونس ومصر وذكر ليبيا أيضا, وقال نحن مع الشعب الليبي في أن ينال حريته ويسترجع كرامته وأن ينتهي نظام, ذكر نظام عمل القذافي وذكر النظام, ذكر معمر ذكر النظام أن هؤلاء ليس لهم مستقبل. إذا كان المجتمع, إذا كان أقوى دولة في العالم تقول لكم هذا الكلام, فلابد أن تأخذوه
تحمله على محمل الجد. طيب هذه مناسبة أستاذ خيري في القسم الثاني لنسألك، طبعا سألناك عن الموقف الدولي، أريد أن أسألك عن الموقف العربي، لمحت إلى بعض المواقف العربية نريد أن يعني نرصدها أكثر، لكن أريد أن أذهب معك بعد ذلك إلى الموقف الداخلي، وموقف مجهول إعلاميا، لا نعرف ماذا يحصل في الداخل ومن هم عوامل السياسي في ليبيا المستقبل. بعد الفاصل سجلت في القسم الثاني ليبيا ساعات الحسم نقاشهم مع الأستاذ خيري أبو شاجور، وهو ممثل الرابطة الليبية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في موضوع ساعات الحسم أيضا المواقف العربية. طبعا كنت لمحت في القسم الأول إلى هذه المواقف اللي فيها لبس، هناك اتهام مباشر حصل من قبل بعض في مجلس الانتقالي يتهمون الجزائر بأنها متورطة بشكل أو بآخر. أريد أن أعرف موقف الجزائر، أريد أن أعرف موقف المغرب العربي بشكل عام، والموقف العربي كيف تقيم؟ مثل ما قلت لك يعني هو الصفة الغالبة أنها أن موقفها خجولة، ليست معلنة بكل صراحة، ولكن هناك، لكن هذه المواقف لا تتعلق بليبيا، يعني هذه المواقف كانت أيضا خجولة في الموضوع التونسي، أو كانت صحيح خجولة في الموضوع اليمني، أو موضوع يعني هي صفة الأنظمة العربية، يعني ما كانت يعني هي الوحدة، كانت هناك نوع من الوحدة العربية داخل الجامعة، هي وحدة بين الأنظمة وتعاون بين الأنظمة من أجل مصلحة الأنظمة وليست مصلحة، لكن الخصومة التي كانت بين على الأقل بين الملك عبد الله السعودي وبين العقيد القذافي لم تتحول إلى تشفي سعودي مما يحصل في صحيح صحيح، يعني هناك استغراب من ذلك، يبدو أن السعودية أو النظام السعودي لديه حساباته الخاصة ولا يريد أن يتدخل في شؤون، يعني لم يتدخل في الشأن التونسي أو المصري أيضا أو السوري، يعني تدخل في البحرين بسبب المجلس التعاون الخليجي والاتفاقية، بس بالنسبة لليبيا يعني كنا نعتقد أن النظام السعودي من أكثر الأنظمة عداء، لأن حاول أن يغتال الملك وحاول أن يسبب قلاقل يعني مباشرة يعني في بالنسبة للسعودية. الجزائر يعني بالنسبة للموقف السعودي بغض النظر عن الموقف الرسمي، نعم أيضا الموقف الحقيقي ممكن أن نقرأه من الإعلام السعودي، سواء كان المقروء أو الفضائيات أو كل ذلك، هل كان أيضا ملتبس هذا الإعلام؟ لا لم نلاحظ، بالعكس يعني الإعلام السعودي بشكل عام كله إلى جانب، يقف إلى جانب الشعب الليبي والثورة الليبية، لم نسمع مواقف من الإعلاميين السعوديين أنهم يقفوا مع النظام، بالعكس يعني احنا سؤال يعني الجواب الاول كان على الانظمه الشعوب، نحن ليس لدينا ادنى شك ان الشعوب العربيه برمتها او الغالبيه العظمى منها تقف معنا، لانهم شافوا بعيونهم وسمعوا باذانهم يعني اسلوب العنجهيه واسلوب المتخلف، الاسلوب يعني المتكبر الذي يقول يا اما ان احكمكم واما ان اقتلكم. يعني اعتقد ان الشعوب العربيه واعيه الى درجه انها لا يمكن ان يتم تغييب وعيها الى هذه الدرجه بحيث انها لا تفهم هذه الرساله. وبعد ذلك شاهد يعني ما حصل، والاعلام العربي الجزيره مثلا والعربيه وقناتكم و الام بي وغيرهم يعني قاموا بتغطيه شامله لما يجري، جعلت المواطن العربي يعني يكون عنده معلومات. طيب على المستوى الاعلامي تم طبعا، كان هناك خبر انه السعوديه لم تسمح لطائره للمجلس الانتقالي بالهبوط وكل ذلك، يعني هل مفهوم لماذا هناك حرج من ان تتعامل السعوديه مع من هم ما بعد القذافي؟ هل لديها شعور ان القذافي باقي؟ لا نعتقد ذلك، نعتقد أن السعودية لا تريد أن تضع أصابعها في هذا الأمر لأسباب ربما متعلقة بالوضع السعودي نفسه، قد يشجع نجاح الثورات في شمال أفريقيا وسوريا والبحرين واليمن على الثورة الداخلية. طيب بالمقابل في منطقة الخليج العربي أريد أن أسألك عن الموقف القطري، هو موقف يعني واضح وحاسم ورأس حربة عسكريا ماليا إعلاميا، هل لديك تفسير؟ طبعا فوق ذلك اتفاق غاز ونفط مع المعارضة، هل لديك تقييم لماذا الموقف القطري، علما أنه قطر كانت أقرب إلى القذافي من السعوديين من بقية الدول؟ صحيح، يعني هو يصعب وضع
هذه الإجابة في جملة واحدة، ولكن أعتقد أن 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 الأمير القطري ووزير خارجيته الشيخ حمد يعني أرادوا أن يكونوا مع الجانب الصحيح للتاريخ وليس مع الجانب الغلط، فأخذوا موقفا اعتبروه امتداد لمحاولاتهم في السنوات الأخيرة للعب دور في المنطقة ولعب دور العالمي. يعني لديهم طموحات تفوق حجم قطر كدولة، وقد يعني يبدو واضحا أنهم عندما غطت الجزيرة وتابعوا ما حصل في تونس وفي مصر ثم ما حصل في ليبيا، يعني وجدوها فرصة للاغتنام فاغتنموها لكي يرفعوا من البروفايل تبعهم، يعني من حجم قطر. نعتقد ان يعني دور قطر تلعب في دور على السياسة الدولية مهم جدا منذ فترة، وهي يعني هذا امتداد لسياستها. ليش ليبيا بالذات، ليش هذا الثقل كله؟ يعني احنا نشكر الشعب القطري والحكومة القطرية بصراحة، يعني بالتأكيد هناك يعني مصالح قطر تبحث عنها، تقييمها ان ليبيا في المستقبل قد تكون شريك مهم لها في المنطقة، فتفكر استراتيجيا. ونحن يعني هناك جانب المصالح، يعني جانب الغاز والبترول والنفط وكل ذلك، ليس هناك مصالح، يعني هناك جانب مصلحي ايضا في الموضوع لا نشك في ذلك. طيب السياسة كلها مصالح في الجيران. طبعا هنتكلم عن القطر البعيدة، لكن الجار الجزائر ياخذ موقف والمعارضة تتهم بانه يريد، والله الموقف الرسمي الجزائري يقول انه لم يتدخل مباشرة ولا يريد أن يتدخل في الشؤون الداخلية. المجلس الوطني يتهم الجزائر ويقول أن لديه أدلة. أنا على اتصال مباشر أنا وغيري بالكثيرين من الناس من الشعب الجزائري، من المجتمع المدني، منظمات الغير الحكومية، منظمات حقوق الإنسان، يعني طلبوا منا أن يرسلوا وفد إلى بنغازي ويقابل المجلس الوطني ويقف بنفسه على الادعاءات وعلى الأدلة وكذا، وهم مستعدين أنهم يناضلوا من أجل أن تأخذ الجزائر موقف مغاير إذا ثبت ذلك صحته. هم الآن يقولوا لم نرى أدلة، يعني رأينا اتهامات ولكننا في مذكرة قدمت إلى الجامعة العربية، الموضوع رسمي أصبح. نعم، ولكن يعني نحن نطالب أن الشعب الجزائري هو الذي يقف موقف حاسم مع حكومته إذا كان الكلام صحيح. نريد أن نقنع الشعب الجزائري، ولذلك يعني إحنا لم نحصل على تجاوب الحقيقة من المجلس الوطني. أنا شخصيا قابلت أحد أعضاء المجلس وطلبت منه هذا الأمر، وإلى حد الآن لم نصلنا أي يعني رد إيجابي على إمكانية التواصل مع هذه الشخصيات أو هذه المنظمات لتوضيح الأمر. برأيك كمراقب، في حال ثبت أن الجزائر تساعد القذافي، لماذا؟ لا نستغرب، يعني كانت النظام الجزائري كنظام يعني كانت علاقته وطيدة جدا بنظام القذافي. سيف الإسلام كان يقضي إجازاته يعني في الجزائر مع يعني عنده صداقات في الجيش، عنده صداقات في الأمن، يعني هناك مصالح استراتيجية تربط النظامين مع بعضهم واتفاقات وغيرها. يعني الجزائر كان الأولى طبعا أنهم إذا كان هذا صحيح أن ينظروا إلى المسألة يعني من وجهتين: وجهة مستقبلية أن النظام القذافي هذا منتهي وأن الباقي هو الشعب، الباقي هي ليبيا وشعب ليبيا. الأمر الآخر هو لا ينسوا الدور الكبير الذي قدمته ليبيا في دعمها للثورة الجزائرية. الليبيات يعني باعن حليهن، يعني تبرعوا بكل ما لديهم لدعم الثورة الجزائرية، والشعب الجزائري يعرف هذا جيدا. يعني قام الملك إدريس رحمه الله يعني بفتح قنوات لدعم الثوار ما بين مصر والجزائر. عبد الناصر كان يرسل في أسلحة ومعدات. الملك إدريس يعني تحدى القواعد أو تحدى الأمريكان والإنجليزي اللي كانوا موجودين، والفرنسيين أيضا كانوا موجودين في الجنوب إلى حد ما، ولكي يساعد الشعب الجزائري. فنحن يعني نأمل أن ذلك، ولهذا السبب أنا قلت لك يعني أصدقائنا الجزائريين الناس نحن أتصل بهم يعني كلهم يقفوا مع الشعب الليبي وكلهم مستائين إذا كان هذا صحيح.
هي المشكلة يعني أنه لما تبقى فقط ادعاءات واتهامات والطرف الآخر يرد بأن هذا الكلام غير صحيح ولا نبحث في إمكانية يعني الوصول إلى حل هذه المشكلة، أعتقد هذا هو المفروض نجد له حل. طيب أريد أن أذهب إلى الداخل. هناك طبعا كلام دائما عن المجلس الانتقالي، طبعا في برامج سابقة كنا نحاول أن نفهم كيف تشكل هذا المجلس الانتقالي. كان هناك ثورة شباب، أين أصبحت ثورة الشباب؟ هناك من يتحدث عن الاعتراف بالمجلس الانتقالي ممثل شرعي ووحيد، هناك من يريد شريك. إذا كان ممثل شرعي ووحيد بأي شرعية؟ وإذا كان يريد شريك فمن هم الشركاء؟ هل هناك جدل في الداخل الليبي المعارض حول من يمثلنا؟ نعم، يعني المجلس الوطني هو نتيجة طبيعية للأسابيع القليلة وجود فراغ سياسي وأمني في المنطقة، في المناطق التي حررت في شرق ليبيا، فيعني أخذ هؤلاء المبادرة وكونوا المجلس الوطني. قبل المجلس الوطني كان هناك تحالف 17 فبراير، هؤلاء الشباب هم الذين ثاروا على النظام، هم الذين يعني واجهوا آلة الحرب الفاشية يعني بصدورهم العارية، وهم الذين أخذوا المبادرة في تأمين الشوارع وفي الأخذ بيد كل الناس. هؤلاء الآن يعني هناك جدل في أنه تم تحييدهم إلى حد ما، لا نعرف أسباب الحقيقية لذلك. هناك جدل أيضا أن القرارات التي تتخذ من قبل المجلس لا تتسم بالشفافية ولا تتسم يعني بآلية ديمقراطية يتم فيها التشاور. الأشخاص الذين يعينوا أيضا في المجلس، هناك بعض الحديث على أنهم يعينوا بأساليب وطرق غير ديمقراطية. يعني هذا يعني هناك من يعني يقول أن هذه المرحلة مرحلة نضال ومرحلة انتقالية، ولذلك يعني هذه الأمور مؤقتة وسوف يتم تجاوز هذه السلبيات عندما تنتهي حرب التحرير ونقيم دولة. ولكن في نفس الوقت هناك بعض السمات أو بعض الأشياء التي تحصل لا تتسم بصفة الانتقالية، تتسم بصفة الديمومة. يعني مثلا أخذ قرار بأنه سوف تكون هناك انتخابات رئاسية، كنا نعتقد أو إصدار دستور مثلا الآن، أو هناك مسودات لدساتير وضعت. فيعني أعتقد كنا نعتقد أن هذه تأتي بعد مرحلة انتقالية حقيقية بعد انتهاء نظام القذافي، ليتم تشاور الليبيين تشاور فيما بينهم عليها ويصلوا إلى قرار. من قال أننا أن الليبيين يريدوا نظام رئاسي؟ نظام رئاسي يعني برلماني. يعني إحنا اكتوينا من قضية الزعيم والقائد 42 سنة. يعني الكثير من الليبيين يتشائمون من هذا الأسلوب. يعني ربما يعني هناك أساليب أخرى تكون أصلح لنا من قضية. لفتنا أيضا في تصريح لوزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي، يقول أن فرنسا تسعى لتنظيم مؤتمر وطني يكون نواته الأساسية المجلس الوطني ويضم كافة الشركاء المحتملين، وبالتالي العالم عنده وعي أن هذا المجلس الوطني الانتقالي ليس مجلسا يمثل كافة الليبيين، خصوصا أنه كمان نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع، هناك ما زالت يعني فئات من الشعب الليبي تنتمي إلى قبائل وعشائر ووجهات ما زالت تناصر العقيد القذافي. في حال سقوط القذافي يجب أن تكون شريكي في هذه الصورة. صحيح. يعني هذا المجلس الوطني مش ليس مجلس وطني، يعني مؤتمر وطني. يعني هذا سوف يتم دعوة إليه بعد نهاية نظام معمر القذافي. يعني الآن لا نستطيع أن نشكل حكومة في شرق ليبيا، لا نستطيع أن ننشئ دستور، لأن لازلنا أولا أننا نرفض قضية التقسيم، أن ليبيا تقسم بين شرق وغرب. نعم. ولذلك يعني هناك أمور لا يمكن الفصل فيها الآن إلا بعد انتهاء نظام القذافي. كل الجهود الآن يجب أن تصب في إنهاء نظام القذافي. يجب الاستفادة من 3 أشهر الآن المجلس الوطني مارس فيها صلاحيات كثيرة جدا لدعم الثورة ولدعم الناس وهذه الأمور. يعني بالتأكيد المفروض أن يكون هناك نوع أولا من الشفافية والسماح للليبيين بكل أطيافهم أن يكون لهم صوت، يكون لهم دور،
في المشاركة. يعني الحكومة المجلس الوطني ليس لديه عنصر أقوى من العنصر الليبي المؤطر الذي يعني يستطيع أن يساهم مساهمة فعالة. يعني أنت تريد أن تجمع الشعب الليبي وتقنعه أن المستقبل الليبي هذا مستقبل له وليس لآخرين قد يكون لهم يد الآن في مساعدتنا، ولكن القرار مفروض يكون قرار وطني، مفروض يكون الكوادر الوطنية الليبية هي التي تساهم في. هل التحفظات هذه تحفظات علنية شفافة بإمكان الحديث عنها؟ هناك من يتكلم عن نعم هناك من يتكلم عنها في صحافة وغيرها يعني، ولكن تبقى أصوات خجولة، تبقى الأغلبية تقول أنه لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. المعركة تدار من قبل المجلس الوطني وهو الذي يمثل الثوار، ولذلك يعني كل الانتقادات هذه ليست في محلها وكلها ليست في وقتها. نحن يعني طبعا لا ننسى أن الشعب الليبي عاش 42 عام لا يعرف حاجة اسمها ديمقراطية، لا يعرف حاجة اسمها الرأي ورأي الآخر، لا يعرف حاجة اسمها الانتقاد. من ينتقد يعتبر عدو. قضية الانتقاد والنقد يعني وتقويم الأمور ليست من الكلتشر، ليست من الثقافة، فلذلك يستغرب أن الناس تنتقد، ولكن هي الانتقاد هي حاجة إيجابية، شيء إيجابي يجب أخذه يعني في محله، وعدم اعتباره نوع من الاتهام أو نوع المباشر بالتقصير، ولكن هي أسئلة تتبادر على أذهان الناس ويبحثوا عن إجابة لها، ولابد للمجلس الذي يمثلهم أن يجيب عليها. على سيرة أيضا لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، هناك من يتكلم عن العسكر أيضا، عسكر الثوار، وأن هناك خلاف بين اللواء عبد الفتاح يونس الذي كان وزير الداخلية السابق طبعا في الأزمة في النظام العقيد القذافي، وبين العقيد خليفة حفتر، وتم اختيار وزير دفاع مدني حتى يعني يحلوا الموضوع. هل هذا يعني خلاف منظم؟ هناك تعايش؟ كيف تتحرك هذه القوات ضمن هذا؟ لا بدون أدنى شك وجدت صيغة، يعني اجتمعوا الناس مع بعضهم ووجدوا صيغة للتعامل بحيث أنها لا تسبب يعني قلاقل، ولا تسبب انشقاقات، ولا تسبب يعني مشاكل. يعني أعتقد أنه يعيش في عالم الخيال من يعتقد أنه هؤلاء السياسيين أو العسكريين أو غيرهم يعني على قلب رجل واحد وكلهم يعني لديهم نفس الأفكار نفسها. ولكن المرحلة تتطلب من الناس أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يتعاملوا مع الخلافات بأسلوب وطني وبأسلوب ليس فيه يعني شخصنا وليس فيه مصالح شخصية، وإنما مصلحة الدولة ومصلحة الناس الذين لا زالوا يقتلوا ولا زالوا يعني تحت آلة القمع. فهذا هو الهم الذي يفرض على الناس أن هي تكون شفافة، تكون عندها وطنية، حس وطني حقيقي هو الذي يحركها، وليست يعني نزعات سواء كانت قبلية أو شخصية أو غيرها يعني تعلو فوق النزعة الوطنية. الوطن هو الذي يطلب منا جميعا أن نضحي من أجله، وهو الذي يكون يعني نصب أعيننا أن نركز ونفكر فيه. بالكلام عن الداخل الليبي أيضا وبشكل صريح أستاذ خيري، هناك طبعا الفريق الآخر، الفريق الذي يدعم العقيد القذافي والنظام القذافي، وهو فريق من المواطنين الليبيين، نتحدث عن الكتائب، لكن المواطنين الليبيين من هم؟ ينتمون إلى ماذا؟ لماذا هم حتى الآن متوجسين من هذه الثورة، يقفون مع القذافي؟ لماذا حتى الآن لم تحصل انهيارات عسكرية بالمعنى الانشقاقات العسكرية؟ حصلت انشقاقات يعني، ولكن ليست يعني النظام مازال لديه الكثيرين ممن هم يعني يميلون إلى البقاء معه. يبدو أنه إلى هذه اللحظة لم تصلهم الرسالة أن هذا النظام قد انتهى أو أنه سينتهي قريبا، ولديهم أمل أن النظام سوف يستمر، ولذلك يعني هؤلاء هم القادة عادة والناس السياسيين وغيرهم. لكن عامة الناس غيب عنها الوعي بحيث أنها لا تفهم، يعني النظام يستخدم في آلة إعلامية صرف عليها الكثير جدا، يستخدم في مستشارين عاليين جدا يعني منذ سنوات وسنوات. يعني النظام القذافي استخدم أسلوب دعائي وأسلوب إعلامي بروباغاندا، يعني هو في الماضي أعتقد أن هذا اشتغل مع عقلية الشعب الليبي، فهم جزء من الشعب الليبي
وفهم جزء من عقلية الشعب الليبي، ووجه لهم هذه الآلة الإعلامية، واستطاع أن 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 يخيفهم، استطاع أن يعني يغيب وعيهم. يعني هناك كثير من الخوف الآن، يعني ناس التي خرجت في الأسابيع القليلة في بعض المدن تراجعوا بعد ذلك، لأنه تم إخافتهم بشكل رهيب. مثلا قصص الاغتصاب، يعني هناك من يقول أن هناك مبالغة كبيرة في هذه القصص، يعني هناك من يشكك في أمر إيمان العبيدي نفسها، مع أن يصعب بصراحة يعني تصديق أن تمثيلية ما قامت به أمام الصحفيين في الفندق، ولكن بدون أدنى شك لديها يعني عنصر سلبي، أن الناس تخاف من القذافي، إذا وقفوا ضده سوف يغتصبوا نسائهم وبناتهم وكذا، فيمتنعوا عن مواصلة التحدي يعني هذا النظام. يعني هناك عوامل كثيرة يعني تجعل، ولكن بشكل عام الناس موضوعين في قفص. لكن الموضوع القبلي سقط نهائيا؟ يعني هناك قبائل، يعني القبائل المقسومة أو حتى داخل القبائل هناك؟ لا داخل كل، ليست هناك قبيلة برمتها مع معمر القذافي أو مع الثوار. كل القبائل لدي فيها انشقاقات، تختلف النسب يعني حتى قبيلة القذاد فاللي هي قبيلة معمر القذافي نفسها فيها أناس يعني ليسوا مع نظام معمر القذافي. هل برأيك هناك اتصال بين المجلس الوطني بين الثوار وبين بقايا من بقي مع القذافي؟ لا أعتقد، لكن لا نستطيع أن نتحدث. أريد أن أسألك عن معلومة، طبعا رئيس الحكومة الإيطالية برلسكوني يقول يشكك بأن يكون أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي سيف العرب قد قتل كما يقول النظام الليبي في غارة 30 نيسان أبريل، هو يشكك بذلك، وأنتم حضرتكم في المعارضة أيضا ليس لديكم أي إثباتات في هذا الشأن. يعني لم نرى أي دليل يثبت أن أي من أولاد القذافي قد قتل. يعني نحن تعودنا على كذب النظام القذافي، في عام 86 أعلن أن ابنته بالتبني قد قتلت، وإلى هذا اليوم ما زالت يعني هناك من يشير إلى ذلك، ونحن نعلم أن هذه كذبة كبيرة يعني تم تمريرها والناس صدقتها. يعني لا يوجد إثباتات على هذا الأمر. نحن لا نستغرب أن القذافي يبحث مخارج من هذا النوع لبعض أبنائه، يرسلهم إلى أدغال أفريقيا أو إلى أمريكا اللاتينية أو إلى أي أماكن أخرى لديهم الأموال التي بإمكانهم أن يعيشوا في بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن الصحافة وكذا. لديهم أصدقاء في الغرب، نحن لا نشك في ذلك، يعني بسبب تعاملاتهم المالية وغيرها قد يقوموا بتسهيل هذه الأمور. ولكن يعني مثل يعني إذا أرادوا يعني حتى نتيقن من مقتلهم، مثل ما صار لأبناء صدام حسين، يعني الناس لم تصدق إلى أن رأتهم الآن، مثل أسامة بن لادن يقال أنه لم يموت لأننا لم نرى جثته. الأمر يختلف، أعتقد لأن أسامة بن لادن لو كان موجودا ما كان سكت وبقي يعني صامتا. لكن القذافي نحن لا نثق فيه، عندما نرى بالأدلة ما يثبت حقيقة أنه قتل وقت نصدق. يعني أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ خيري أبو شاقول، ممثل الرابطة الليبية لحقوق الإنسان في بريطانيا. كنا نناقش معك احتمالات ساعة الحسم في ليبيا. شكرا للانتباه، إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Thank you.